إعادة تدوير الخشب لما بدأت معايا، بدأت إن أنا كنت مثلا ماشي في الشارع تلاقيت فرع الشجرة بتاع خشب، أخدته وبدأت إن أنا قلت أعمل منه تحفة أو أعمل منه أنتيك. اتقيت إن الموضوع معايا كويس، مرة في مرة بدأت إن أطور من نفسي وبدأت إن أنا أصنع أي حاجة ألاقيها قدامي أخدها. يعني لو اتقيت مثلا فرع شجر مرمي في أرض أو مرمي في شارع أو كلام من ده، باخده أعيد تصنيعه بعد ما الناس إن هما بينظفوا الجناين والأشجار والكلام ده، باخد من وراهم الفترات اللي بتبقى وبرضه بعيد تصنيعها تاني، بخليها إن يكون لها شكل أحسن، أو إن هي تقدر إن أنا أقدر إن أجيب بها حتى عملة صعبة للبلد، أو أدخلها نفسي إن أنا أعملها بمنتج يكون مشهور، حاجة تبقى معايا ومع الناس اللي معايا. لأن أنا الفكرة مش جاية لي لوحدي، الفكرة بتجيلي مع الطاقم اللي احنا واقفين كلنا مع بعض. مثلا جاية ان انا انتج حاجة او ان انا افكر في حاجة، ببدأ ان استشير واحد معايا، واحد بيستشيرني طب نعمل كده احسن. الموضوع ده بيجي معايا بتفكير صعب قوي ووقت كبير. يعني حكاية ان انا افكر في منتج ده لوحده ده وقت، او ان افكر في حاجة ان انا اعيد تصنيعها بتاخد معايا وقت. بس مجرد ان انا بدأت ان اخدت الفكرة خلاص كله مشى معايا بعد كده، بقيت الحمد لله اخد جذع الشجره او فرع الشجره او اي حاجه ان اقدر اعمل عليها اي تحفه فنيه من دول، بدل ما ترمى في الشارع. يعني حاجه زي دي تخش في معرض تبقى حاجه كويسه، حاجه قيمه نقدر ان احنا نستفاد منها. لا، الموضوع ما بداش الاول معايا بفلوس، الموضوع بدا معايا ان انا بحرفه ايدي، بالحرفه المهنيه بتاعتي، بالحرفه اللي انا استخدمها بايدي، سواء كان بالعده اليدويه او بايدي انا بس. لكن ان انا بدات بكام، ما بداتش بفلوس خالص في الاول، لان الموضوع اصلا مش مكلف حتى ماديا الا في حاجه واحده بس، التكليف بتاعه كله بيبقى عقليا فكريا، ان انا بقدر افكر في الحاجه دي ان اطلعها ازاي، بيبقى تقديرها بقى ساعتها في السعر بتاعها او في مكسبها حتى معايا تقدير وقت ان انا قعدت فيها الوقت ده، او طلعت التحفه دي من حاجه كانت اصلا المفروض ان هي تبقى في مكان تاني، مش في المكان اللي هو مثلا اتحط في تحفه. بدات اعاده تدوير الخشب، اول حاجه جت لي فكره ان انا اصمم جيتار. والجيتار جالي منين؟ كنت انا مره في القاهره مع محمد اخويا، كنت في الحسين، شفت جيتار فاتقيت ساعتها سعره صعب، فقلت ليه ما نفذوش في الورشه عندي. لما جيت نفذته انا عندي في الورشه لقيت ان هو بقى حاجه كويسه، وان هو الناس كتير قالت لي ده كويس، طب انت ما تنفذت ليه؟ بدات قعدت شويه وبعد كده لقيت جذع شجره، قلت طب انا انفذه اعمله شكل، يكون شكله مبسط، يكون حاجه كويسه. بدات ان انا اعمل سمك، اعمل مراكب، اعمل سفن، اعمل طيارات، اعمل شكمجيات، اعمل ساعات. واحدة في واحدة بدأ إن الدنيا معايا تتطور، وبدأ إن الشكل معايا يكون في الآخر شكل جمالي، يعني شكل إن هو الناس بدأت تفرح بالشكل ده وتفرح إن أنا بوصل للشكل بتاع اللي أنا عايزه، حاجة زي كده. يعني الحمد لله بفضل ربنا. يعني بحب الرسم أوي وأنا صغير، وما زلت الحمد لله لغاية دلوقتي بحب الرسم، وبنفذ أي حاجة من اللي أنا بعملها دي برسمي وبإيديا وبالفريق اللي معايا. أنا لو كنا واحد فدلوقتي الحمد لله احنا بقينا 5 انفار في مهنه واحده، بنقدر ان احنا نصمم وبنقدر ان احنا ننتج وبنقدر ان احنا نعمل اشكال كتير. مش مجرد ان احنا بنروح بيوتنا كده ان احنا بنفكر في النوم وبس، لا، احنا ممكن ننزل في عز الليالي عشان خاطر ان احنا نعمل حاجه جت في دماغنا بس كده بالصدفه. كنت بجمع من والدي الله يرحمه فضل الشغل اللي هي تبقى حلايات، كنت بعمل منها مراكب وبعمل منها اقلام صغيره كده، وكنت بعمل منها شويه اشكال. ليه ده هو اللي كان الوحيد وانا صغير اللي كان اول واحد كان بيشجعني في الشغل بتاعي، كان يقول لي انت شكلك هتبقى فنان لما تكبر. والحمد لله رحمه الله عليه يعني ساب لي اثر ان انا اكون حاجه شبهه، لان هو برده كان راجل عظيم، كان بيعمل حاجات تحف. هو اللي حببني في القايمه وحببني في الرسم، وكان هو ظهرا وكتف بكتف. لا، الرسم من وانا طفل، يعني على ما افتكر من وقت تقريبا في الحضانه حتى، كنت دايما باخد في الرسم 10 من 10. ولما دخلت في الدبلوم الفني بتاعي كنت تالت جمهوريه واول محافظه. حكمتي ان انا ارضى باللي ربنا
يقسمه لي ايا كان، يعني رضا من عند ربنا ده بالدنيا وما فيها. والحمد لله انا عموما ما بيأس، يعني اللي يلاقي حاجه مرميه في الشارع وياخدها ويعيد تدويرها ده ما بيأس، ده بيحب ان هو يفكر وبيحب ان هو يعمل فن ويعمل ابداع. احلامي وطموحي ان انا يكون عندي معرض كبير، وان الحاجه دي كلها تتشاف على مدى العالم كله، ان الناس تبدا ان هي تاخد فكرتي، او ان هي ان احنا نقف مع بعض نعمل معرض، ان نصدر نوري ان احنا فعلا لسه عندنا فن وفنانين من ايام القدماء المصريين. نسبه الفن والنحت ده عندنا من سنين، عمرنا يعني اكتر من 5-6 آلاف سنة حضاره. فالحاجات دي كلها اخدنا مهنه وفكر وسعي ان احنا يكون عندنا من احسن معارض في الدنيا دي كلها. كل شكري لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو ادانا فكره، بيشجع فكره تطوير المنتج واعاده تدويره، ان هو هيبدا ان هو يبص لنا احنا بصه كويسه، لان احنا ما بنعملش شيء هين، احنا بنعمل حاجه اللي هي البلد ذات نفسها تفرح ان عندها لسه ناس تقدر ان هي تعمل حاجه كويسه زي دي وتحف كويسه زي دي، وحاجه ان هي تتحط في معارض عالميه بكل فخر بصناعه دمياطي وبصناعه مصريه 100%.